أعلنت مديرية الصحة بمحافظة سوهاج عن تقديم الخدمات الطبية العلاجية المجانية والكشف على أكثر من 10500 مواطن بستة مراكز، وهي أخميم وسوهاج ودار السلام وطما والمراغة والمنشأة. جاء ذلك من خلال 9 قوافل طبية معالجة استهدفت القرى الأكثر احتياجا لتلك الخدمات خلال الأسابيع القليلة الماضية. تأتي هذه القوافل الطبية ضمن المبادرات الرئاسية حياة كريمة التي من أهدافها التخفيف عن كاهل المواطن الأكثر احتياجا بالريف والمناطق غير الآمنة لمثل تلك الخدمات. بيتم تحديد المكان الأكثر احتياجا قرى حياة كريمة. احنا عملنا في حدود 1500 تذكرة للمريض هنا، الكشف وعلاج مجاني حتى الآن، وتخصصات جميع التخصصات اللي معانا مجانية والدواء مجاني. هدفنا الرئيسي ان احنا نقدم خدمة مجانا للمريض، الكشف بيكون مجانا وفي نفس الوقت برضو الأدوية بالمجانا. معانا 127 صنف من جميع الأدوية، وأدوية خاصة بالأمراض المزمنة من الضغط والسكر وارتفاع الكوليسترول في الدم، ومعانا عدد العيادات اللازمة من بطنة ونساء وأسنان وجراحة وعظام. متوفر برضو لدينا خدمة المعمل الطفيليات ومعمل الدم وخدمة الأشعة برضو بالمجان للجميع كل حاجة. نشكر القيادة السياسية جميعا وعلى رأسهم السيد رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي، وشكرا له على المبادرة الكريمة التي بعتها لنا في هذه القرية الحلوة الجميلة، وبالكشف مجاني وليس له فيها فلوس. وأنا كنت مريض وبعثوني تحويل للمستشفى العام، وهذه الورقة في يدي.